والصحة ديالي بخير ولا خير الحمد لله. المهم حسن من الاول قال لك وحده كدير ملكة الجمال، ما ملكة الجمال ويما فيها لا ملكة الجمال لا والو، البلان ما فيه هو اني انا كنت مريح معايا ما بيا. واحد الشيء كنشوف بنادم كيطاقني في اللايف ديالو، ملي بنادم كيطاقني في اللايف ديالو دخلت لقيتها جالسه كتهضر عليا انا، واحد شوه واحد المدلول واحد هذه واحد هذه، دخلت قلت لها طلعيني طلعتني انا بغيت غير نناقش معاك. قلت لها تبين نقول لها اختي اش بيني وبينك اللي تجبديني، بديت كتعرف بديت كتسكت انا درحت لها يا سبات وانا سبيت اش من نيتك كاين شي ملكة الجمال دايره بحال هكذا. هذيك راه هذيك راه وسخات بملكة الجمال ماشي ملكة الجمال، والسيده خاصها العصا والله الا خاصها العصا بالله. يعني انا بعيد 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 عليها بسنوات ضوئيه والسيده جالسه كتجبد فيا، اش بيني وبينها اش بيني وبينك اختي، واش انا درت لك شي حاجه، واش انا خديت لك شي حاجه ديالك، سير اختي بحالك. هي ما زوينه ما والو، انا جاتني ما زويناش جاتني ما زويناش، ما شو الفورمه ديالها بعدا كي دايره ما زوينه ما والو. نقول اختي سير عطيني اتساع سير فوتيني عليك، لحقاش انا ما فتينش عليك راه غنعذبك في الحياه ديالك، انا راه طارو ديال الزبل ما فيه ميتشم اسير فوتيني عليك. وا في اللايف حنا جالسين كنهضروا في اللايف حتى كبرنا الموضوع، هي قالت لي فما انا كنعير ليها فما جالسين تدراح المعيور، عاد قالت لي نتلاقاو ونفعل ليك ونترك ليك، واش الا تلاقات معايا غتغلبني هذيك الله يهديك، لعب بها غير نضر لعب بها غير على صبعي، ولا حول ولا قوه الا بالله. نقول اختي سيري بحالك وسيري بدلي ساعه اخرى، راني ما نصلحش ليك، اتبقي معايا راه غنعذبك في حياتك، سيري سيري ديري البوز على شي واحد اخر، انا راه ما نصلحش ليك انا، وهادشي اللي نقدر نقول لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.